بعد انقطاع لأكثر من 5 سنوات عن العمل معا، يعود الفنانان السوريان ماكسيم خليل وكارس بشار للمشاركة في عمل درامي اجتماعي جديد بعنوان المعبر. كشف ماكسيم خليل عن التحضيرات لبدء تصوير المعبر دون ذكر أي تفاصيل أخرى، بل اكتفى بنشر صورة الكلاكيت يلي بيحمل اسم المسلسل ومن إخراج يزن هشام شربتجي. بيشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم، بينهم عباس النوري وأنس طيارة ولين غرة وجرجس جبارة، وهو من تأليف حمزة اللحام، فكرة مؤيد النابلسي وإنتاج شركة فالكن فيلم، يلي حيتم تصوير معظم مشاهده بلبنان وبيتألف من 15 حلقة فقط. يذكر أنه آخر عمل فني جمع كارس وماكسيم هو مسلسل كوما يلي عرض عام 2018، وهو من إخراج زهير قنوة وتأليف جيهان الجندي. كشف الفنان السوري جمال سليمان عن موقفه من المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، مؤكداً أنه تلقى عرضين للعمل في الموسم الجديد لكنهما لم يرقا له، لذا من المرجح أن يأخذ استراحة من المنافسة هذا العام. قال جمال خلال لقاء مع إي تي بالعربي: قرأت موضوعين لكنهما لم يكونا كما أريد، ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأشارك في رمضان هذا العام أم لا، ومن المحتمل أن أخذ إجازة لأنني بحاجة لهذه الإجازة. يذكر أن جمال سليمان شارك ببطولة مسلسل عملة نادرة إلى جانب النجمة نيلي كريم، وتم عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه بعدما ناقش القضايا اللي بتواجه المرأة في الصعيد وخاصة فيما يتعلق بالمواريث. طارق مرعشي يلي تميز بتقديمه أدوار القوة والشخصيات الشريرة، يجد أنه تلك الأدوار فقط هي التي تناسبه، وبأن أدوار الشخص الضعيف أو المسكين ما بتناسبه، وغير مقنع على الجمهور يلي اعتاد على رؤيته بنمط معين من الأدوار يلي بتحمل طابع القوة. قال طارق خلال اللقاء مع فوشيا أنه على الرغم من أدوار الشر يلي بيأديها، لكنه شخص مسالم وغير شرير في حياته اليومية، وهو صاحب حق ويأخذ حقه بنفسه في أي موقف يتعرض له، واصفا طبيعة شخصيته بالشرسة نوعا ما، وأضاف أنه إنسان متسامح ومتصالح مع ذاته ولا يلغي أي صديق من حياته بسبب خطأ ما، لأن كل إنسان معرض للخطأ لكنه يتعامل بطرق مختلفة وشروط يفرضها على أي علاقة.